وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور علي الشويخ، رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص. مساء الخير دكتور. البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحققت مكانة متقدمة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث نالت على العام الثالث على التوالي صنفت من الدرجة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص. هل سيكون إنشاء هذه النيابة سيكون له دعم لهذه الجهود المختصة في هذا الشأن؟ طبعا بالتأكيد أن جهود النيابة العامة مع المؤسسات والجهات الأخرى الداعمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما عضوية النيابة العامة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المعنية بإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، حيث أن النيابة العامة هي المزود والرافد الأساسي لهذه اللجنة من خلال البيانات والمعلومات المتعلقة في مثل هذه الجرائم. وكذلك أن النيابة العامة تقوم بدور كبير في دعم الجهود الوطنية في مع مختلف الجهات لمكافحة هذه الجريمة. نعم سادة النائب، ما هو الغرض من إنشاء نيابة مختصة بالاتجار بالأشخاص؟ طبعا الهدف من قرار سعادة النائب العام بتشكيل نيابة الاتجار بالأشخاص هو توفير بيئة مختصة ومتدربة من أعضاء النيابة العامة من أجل أن يستطيعوا التحقيق والتصرف في مثل هذا النوع من الجرائم، لأن كما هو معلوم جريمة الاتجار بالأشخاص قد تتداخل وتتشابه مع جرائم أخرى. من أجل هذا أن أعضاء النيابة العامة سوف يكونون مختصين للتحقيق في مثل هذه الجرائم، كذلك إعمال الحماية الجنائية اللازمة لضحايا الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في القانون. وأود أن أشير أن سعادة النائب العام في سنة 2010 قد أصدر قرار بالعهدة إلى عدد من أعضاء النيابة العامة بالإضافة لعملهم للتحقيق في مثل هذه الجرائم، وأصبحت لدينا الآن خبرة معينة مع هؤلاء الأعضاء النيابة العامة. وأن إنشاء هذه النيابة سوف يكون رافد وداعم أساسي لهذه الجهود. نعم الدكتور علي الشويخ، رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، شكرا جزيلا لك.